بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبنات أبنائي وبناتي طلبة الفئة 4 النظم، أهلا بيكم في مادة إدارة التمويل والاستثمار والمنشآت المالية. هنكمل بإذن الله محاضراتنا اللي احنا كنا بدأناها، يعني المحاضرات هتبقى أونلاين لغاية ما نجتاز الظرف اللي احنا فيه إن شاء الله على بخير إن شاء الله. بالتأكيد أنا كنت مبسوط وأنا معاكم في المضاج، يعني في حالة تفاعل، دفعة محترمة، لكن هنبدأ النهاردة المحاضرات أونلاين لغاية بإذن الله زي ما أنا قلت لكم كده إن شاء الله نجتاز الظرف اللي احنا بنمر بيه. هناخد النهاردة بإذن الله محاضرة تتعلق بالتمويل وآلياته. طيب زي ما انا قلت لكم يا شباب، احنا اهم حاجه ان احنا المفهوم عندنا، بعد كده بنكتب وبنتملى عشان يبقى معانا ماتيريال، وبعد كده بنشرحه، لكن الاساس عندي ان انت تبقى فاهم. زي ما قلت لكم، القصه مش قصه حفظ، الاداره بشكل عام هي علوم خاصه بالفهم، خاصه النوع بتاع التمويل والاستثمار ده يعني محتاج فهم عالي قوي، وبالتالي زي ما قلت لكم يا شباب قبل كده الاساس عندي المفهوم، انت فاهم اداره التمويل والاستثمار او لا، انما قصه ان انت تحفظ ما تحفظش. ان شاء الله هنبدا النهارده نتكلم عن التمويل والياته. طيب نكتب بقى ماهيه التمويل وادواته. يعني ايه تمويل؟ نكتب: يقصد بالتمويل تغطية التكاليف المادية، وبذلك فإن التمويل هو مدخل لعملية الاستثمار، وعليه فإننا يمكن أن نعرف التمويل بأنه توفير الأموال اللازمة للقيام بعملية الاستثمار، وذلك بأقل تكلفة وأفضل شروط. سيب القلم. يعني ايه تمويل يا شباب؟ يعني انا ادبر الاموال اللازمه اللي هي لعمليات الاستثمار او التوسع، وفي نفس الوقت اوفرها بافضل الشروط واقل تكلفه. واعتقد ان احنا قلت لكم ان خبير التمويل الصح هو اللي يقدر يوفر بافضل شرط واقل تكلفه. طيب الاعتبارات، نطلب بقى عنوان جانبي: الاعتبارات الواجب مراعاتها عند القيام بعملية التمويل. الاعتبارات الواجب القيام الواجب مراعاتها عند القيام بعملية التمويل. أول حاجة: 1، مدة استحقاق التمويل. نكتبها: مدة استحقاق التمويل، يعني لازم أشوف التمويل بتاعي مدته إيه، لأن المدة مرتبطة بالتكلفة بتاعتي اللي أنا هدفعها اللي هي متمثلة في الفايدة، وبالتالي لازم أنا أعرف مدة التمويل بتاعي بيغطي كام سنة. 2، أن نكتب يا شباب أن الممول يكون في موقع الدائم وله الحق في الحصول على أمواله إضافة إلى العائد المتفق عليه. تاني حاجة لازم تبقى واخد بالك بشكل بيه جدا، ان اللي بيديك قرض في عالم الاعمال بيبقى في موقع الدائن ليك، وبالتالي بيتحكم في سياساتك. لو انتوا ماشيين كده في بعض الاماكن هتبصوا تلاقوا اماكن مكتوب عليها هذه القطعة او هذا المبنى ملك البنك كذا، ده ليه؟ لان الشركة خدت قرض وقد تكون لم تستطع السداد سواء لاصل القرض او الفايدة، وبالتالي البنك دخل ك متحكم في المبنى ده، وبالتالي لازم تبقى واخد بالك على كل المستويات ان اللي بيقدم لك قرض لازم بيبقى فيه موقع الدائن. 3، ملائمة حجم التمويل مع نوع وحجم الاستثمار. يعني ايه يا شباب؟ يعني لازم انا اخد بالي قوي ان التمويل الصناعي يختلف عن التمويل التجاري، يختلف عن التمويل الزراعي. ليه؟ التمويل التجاري ده نشاط بيجي بسرعة العائد بتاعه، لكن التمويل الصناعي لما أعمل مصنع وابتدي أعمل تجارب تشغيل وأعمل المكن وابتدي أركبه ونضرب العمال هياخد وقت، وبالتالي لازم أعمل أخد بالي من القصة دي. 4، مبدأ مقابلة الآجال، أي أن الاستثمار قصير الأجل يتم تمويله بتمويل قصير الأجل، والاستثمار طويل الأجل يتم تمويله تمويل طويل الأجل. ليه؟ لأن أنا لو ما عرفتش مبدأ
تناسب الأجال هيحصل عندي حالة إما إن التمويل يبقى تكلفته عالية أو التمويل غير كافي. بمعنى إيه؟ لو أنا هاخد قاط عشان أمول نشاط هينتج لي عائد بعد 6 شهور وخدت القاض لمدة 2 سنين، إيه اللي هيحصل؟ تكلفة عالية. أنا بدأت أنتج وما عدتش محتاج القاضي، لكن القاضي عندي واقف 1.5 سنة وبدفع عليهم فايدة، إذن التكلفة هنا عالية. طب لو أنا واخد قاض لمدة 2 سنين والاستثمار بتاعي محتاج 3، هيحصل عندي نقص في الأموال أو أزمة سيولة، وبالتالي في القصة دي أنا محتاج إن أنا أعمل تناسب الأجيال. بمعنى إيه؟ التمويل قصير الأجل أموله تمويل قصير الأجل، الاستثمار قصير الأجل أموله تمويل قصير الأجل، والاستثمار طويل الأجل أموله تمويل طويل الأجل. 5، توافر المرونة لدى طرف التمويل اللي هو الائتمان في قبول تقلبات السوق ومتغيراته. ناخد بالنا قوي إنه مش بس الفايدة اللي أنا بدفعها هي اللي بتحكم اختياراتي كمدير تمويل أو مدير استثمار، بختار تمويل معين. لازم أشوف الطرف اللي هيديني القرض عنده استعداد لتقلبات، لفهم تقلبات السوق ومعاطى معايا ولا لا. يعني ممكن بنك يديني فايدة 15% لكنه ما عندوش استعداد لجدولة ولا عنده استعداد لتفهم تقلبات السوق، في حين ان في بنك تاني يديني فايدة 16% لكن انا اروح له لانه هيسمح بجدولة، هيسمح بتقبل اي حاجة، اي احداث غير طبيعية تحدث في السوق، وبالتالي هنا بيبقى اعطيني شروط افضل. طيب عندي موضوع مهم جدا، احنا ليه دايما كناس بتوع تمويل واستثمار بنحب نلجأ للاستثمار قصير الاجل؟ اذا العمليه دي لها مبررات هنقولها عنوان جانبي، مبررات اللجوء الى التمويل قصير الاجل. اول حاجه، 1، مقابله الالتزامات السريعه وملائمته لها. انا دايما عندي التزامات بتبقى سريعه ومتكررة شهرية، زي مثلا أجور المرطبات، المصروفات المالية والإدارية المتكررة زي المية الكهرباء التليفونات، وأنا بتكلم هنا عن، مش بتكلم عن مية فاتورة ب 300 جنيه، بعض المصانع الفاتورة المية والكهرباء بتوصل 1.5 مليون في الشهر، وبالتالي أنا التمويل القصير الأجل هنا بيوفر لي سيولة تقابل هذه الالتزامات قصيرة الأجل. 2، أنه أقل تكلفة من التمويل طويل الأجل. منطقي ان احنا بنلجأ للتمويل قصير الاجل ليه؟ لانه اقل تكلفة، الفايدة بتاعته بتبقى قليلة لسبب ان احنا بناخده على مدار سنة قصيرة، سنة فاقل، وبالتالي انت عارف ان كل ما مدة التمويل طالت كل ما تكلفته زادت، كل ما القاضي كان سنة غير الفايدة ما تكون 2 سنين غير الفايدة ما تكون 5 سنين، وبالتالي التكلفة هنا بتكون اقل. 3، قلة الضمانات والرهن. يتميز التمويل قصير الأجل إن ضماناته قليلة عكس التمويل طويل الأجل. التمويل الطويل الأجل لازم يبقى فيه ضمانات، وضمانات كبيرة وكافية، أما التمويل قصير الأجل بتكون ضماناته قليلة. 4، دعم الإدارة في عملية التخطيط لقصر فترة السداد. من أهم الحاجات اللي احنا بنلجأ ليها للتمويل قصير الأجل إن هو بيدعم لي الخطة بتاعتي. ليه؟ لأن فترة السداد بتكون قليلة، وبالتالي أنا بقدر هنا ألجأ للتمويل قصير الأجل عشان يساعدني في الخطة، إعداد الخطة، لأن أنا مش هحط خطة على مدار 10 سنين أو قد 7 سنين، لا، كل ما القاض كان قليل يساعدني في إن أنا أعمل الخطة بتاعتي. طيب ايه هي انواع التمويل قصير الاجل؟ حاجه مهمه جدا لازم نكون عارفينها، انواع التمويل قصير الاجل. 1، الائتمان المصرفي، نكتب يا شباب، وهو القروض قصيره الاجل من البنوك، الائتمان المصرفي. 2، الائتمان التجاري، وهي عمليات البيع الاجل بين التجار، الائتمان التجاري اللي هو تاجر من تاجر يدي له ائتمان او يبيع له اجل. الأوائق التجارية زي ما احنا خدنا في المحاسبة في سنة أولى، تتمثل الأوائق التجارية في الشيكات في الشيك والكمبيالة والسند الإذني. عاوزين ناخد حاجة بقى اسمها شروط الائتمان.
شروط الائتمان دي عملية هحاول ان انا اوضحها لكم على البورد، وهي بتيجي في الامتحانات بشكل عام، بتيجي حتى في أسئلة الانترفيو. لازم تبقى واخد عارف شكل الائتمان شكله ايه. يعني ايه 2/10 صافي 3؟ لما باجي اشرحها اقول لك خدها بالانجلش من الشمال لليمين. يعني ايه؟ يعني ائتمان مدته 30 يوم. لو دفعت خلال 10 ايام اخد خصم 2%. تاني، لو انا عندي عملية مكتوب كده 2/10 صافي 30، ال30 ده مدة الائتمان، وال10 ده المدة اللي انا هدفع فيها، والاتنين دول الخصم. يعني ائتمان مدته 30 يوم، لو انا دفعت خلال 10 ايام اخد خصم 2%. طيب نعملها بقى عملية تانية كان ليها ده 5/20/60. معناها ايه؟ معناها ان هو ائتمان مدته 60 يوم. لو دفعت، وهنقراها بالانجليزي من الشمال لليمين، ائتمان مدته 60 يوم، لو دفعت خلال 20 يوم اخد خصم 5%. وبالتالي العمليه بقت سهله قوي. اضع 15/50 يعني ايه؟ يعني اهو اتجاه السهم اهو اقراها كده، ائتمان مدته 50 يوم، لو دفعت خلال 15 يوم اخد نسبه خصم 4%. يعني ايه؟ ال 60 ده يوم، وال 20 يوم، والخمسه نسبه خصم. يبقى بقت سهله اهي، 60/20/5/5 يعني ائتمان مدته 60 يوم، لو دفعتها خلال 20 يوم اخد خصم 5%. طيب لما اقول لك اضع 15/50 يعني ائتمان مدته 50 يوم، لو دفعت خلال 15 يوم اخد نسبة خصم 4%. يبقى ال 60 ده يوم مدة الائتمان، وال 20 يوم دول مدة القيام بالسداد، والخمسه ده ايه؟ نسبة الخصم. أعتقد إنها بقت واضحة يا شباب، ودي نقطة مهمة جدا من شروط الائتمان. نيجي بعد كده بعد ما شفنا شروط عملية الائتمان، نيجي نقول علاقة الائتمان بسياسات البحث. نيجي يا شباب نشوف علاقة الائتمان بسياسات التحصيل. نكتب: حيث يلزم منح الائتمان من قبل الشركة البائعة، معرفة المركز الائتماني للشركة المدينة وذلك بهدف تحديد ومعرفة مخاطر الائتمان وذلك من خلال معرفة القدرة على السداد، رأس المال، الضمانات المتوفرة. يعني ايه؟ يعني لما اجي ادي ائتمان لازم انا كراجل بنك اشوف قدرة الشركة اللي هتاخد القرض ده هتسدد ولا لا. عندي عدة مؤشرات تديني قدرة على معرفة مقدرة الشركة على السداد. زي ايه؟
رأس المال، مؤشرات الربحية، الضمانات المتوفرة، هل عندها ضمانات متوفرة ولا لا. تاني حاجة علاقة الربحية بعمليات التمويل، ده عنوان جانبي، علاقة الربحية بعمليات التمويل، وده هنشرحه، هنمليه وبعد كده نشرحه. تعد الربحية هي المدخل الرئيسي، نكتب يا شباب، تعد الربحية هي المدخل الرئيسي لعملية التمويل، وعلى المدير المالي الفعال أن يميز بين توفير السيولة لمواجهة الالتزامات قصيرة الأجل وبين قرار التخلي عن السيولة واستثمارها لتحقيق عائد تستخدمه المنظمة لتخفيض تكلفة الدين. يعني إيه؟ علاقة الربحية بعملية التمويل. أنا كمدير مالي عندي إشكالية ضخمة جدا تتمثل في إيه؟ أحتفظ بالنقدية والسيولة عندي تبقى كبيرة، وبالتالي ما قابلش أزمات سيولة، لكن هنا هخفض الربح نتيجة ان انا مش هستثمر الفلوس، ولا استثمر الفلوس وادخل بيها في مجال الاستثمار لكن في المقابل ممكن اتعرض لأزمة سيولة. المدير المالي الناجح هنا هو اللي يقدر يحدد ايه هو الكم المسموح به من السيولة يحتفظ به، وايه هو الكم المسموح به من السيولة اللي يدخل به في عملية الاستثمار عشان يخفض تكلفة الدين. وبالتالي أنا هنا كمدير مالي مطلوب مني أن أنا أوصل للتوازن والموازنة ما بين كمية السيولة المحتفظ بها وكمية السيولة اللي أنا أستثمرها. طيب نيجي بعد كده نيجي نقول يعني إيه سياسات توزيع الأرباح؟ عنوان جانبي، سياسات توزيع الأرباح هي أحد أدوات التمويل منعدمة التكلفة وخالية المخاطر، وتعني هل تقوم الإدارة بتوزيع الأرباح أم يتم الإبقاء عليها واحتجازها وإعادة استثمارها. سياسة توزيع الأرباح هي أحد أساليب التمويل منعدمة التكاليف، منعدمة المخاطر. ليه؟ لأن أنا بستثمر عن طريق الأرباح اللي أنا حققتها في الفترات السابقة، ما بوزعهاش على المساهمين بتوعي، أخليها وابتدي أن أنا أستثمرها في التوسعات. لكن القرار ده محتاج أن أنا أقنع المساهمين بتوعي، يا أخوانا أنتم مش هتاخدوا الأرباح بتاعتكم السنة دي، لأن إحنا بدل ما نوزعها هنعمل حاجة اسمها أرباح محتجزة، وده خدناها شباب في المحاسبة، ونبتدي نستخدم الأرباح دي في عملية الاستثمار، وبالتالي أنا هنا مش هحتقاد لأن أنا هستثمر بفلوسي، وبالتالي أنا ما عنديش فايدة، ما عنديش مخاطرة. عنوان جانبي بعد كده التأجيل التمويلي، هنتملاه وبعد كده نقول هو ايه. التأجيل التمويلي هو احد الاساليب الحديثة في التمويل، حيث تشترك المؤسسة المالية في اصول المشروع، بمعنى التواجد المباشر في بيئة العمل، بمعنى التواجد المباشر في بيئة العمل وعدم الاكتفاء بالاقراض وانتظار السداد. يعني ايه؟ يعني انا بدل ما اديله قرض فلوس وهو ياخدها وممكن يستثمرها صح وممكن يستثمرها خطا، اعمل حاجه اسمها تاجيل تمويلي، ان انا اديله المعده واعمل الايجار في شكل التاجيل في شكل ملكيه، وابتدي اكون انا موجود في عمليات الشركه واشرف على العمليات دي، وفي الحاله دي ابقى انا داخل في عمليات المنشأة اللي أنا أجاطلها، مش بس أنا بديها أموال، لا ده أنا بديها الآلة وابتدي أنا أشرف على عمل الآلات دي. طيب أشكال التأجيل التمويلي بقى يا شباب، أشكال التأجيل التمويلي، أول حاجة الـBOT، واحد نظام الـBOT وهو قيام، نتملاه وبعد كده نعمله نشرحه، وهو قيام القطاع الخاص بالبناء ثم التشغيل ثم نقل الملكية الخاصة بالمشروع إلى القطاع الحكومي. أول حاجة من أنواع تأجيل تمويل الـBOT اللي هو البينتينج أوبريتينج وبعد كده الترانسفي، يعني القطاع الخاص يبني حاجة وبعد كده يشغلها، وبعد ما يبنيها ويشغلها ينقلها للحكومة. طب في مقابل ايه؟ ان الحكومة تدي مثلا الارض منخفضة
منخفض السعر أو تديه الطاقة بدون بسعر التكلفة، وبالتالي القطاع الخاص يستثمر إمكانياته الفنية والمالية والإدارية في إنه ينشئ المشروع ويشغله ويبقى فيه تعاقد، أنا هنشئ المشروع وشغله بعد 10 سنين أو 20 سنة أديك يا حكومة المشروع ده يبقى ملكيتك، في حين إن أنا خلال 20 سنة دول أستفيد من الإيرادات مقابل إن أنا أنشأته، مقابل التكلفة بتاعت الإنشاء، يبقى ده نظام البي أو تي. طيب نيجي بقى دوران راس المال العامل، عنوان جانبي، دوران راس المال العامل كأساس لتوفير النقدية، نكتبه بعد كده هنشرحه يا شباب. ويقصد برأس المال العامل هي الأصول التي يتم استخدامها في عملية الإنتاج، ويتم التوصل إلى صافي رأس المال العامل عن طريق المعادلة الآتية. صافي رأس المال العامل بيساوي إيه؟ الأصول المتداولة ناقص الخصوم المتداولة. يتم التوصل إلى صافي رأس المال العامل عن طريق المعادلة الآتية اللي هي إيه؟ أصول متداولة ناقص خصوم متداولة. رأس المال العامل يا شباب هو رأس المال، وهي لو أنتوا شفتوه هي الأصول التي تستخدم في عملية الإنتاج، زي مثلا رأس المال العامل هو جانب الأصول المتداولة في الميزانية، زي المخزون، النقدية بقى، النقدية، قاصدة البنوك، المدينين، كل البنود دي بنسميها البنود التي تستخدم في عملية الإنتاج بنقول عليها رأس المال العامل. صافي رأس المال العامل خلي بالك إنها معادلة ممكن تيجي لك في الامتحان، أقول لك عندي شركة كان رأس المال الأصول المتداولة بتاعتها 100 مليون، وكان الخصوم المتداولة بتاعتها 50 مليون، اديني صافي رأس المال العامل. سهلة وبسيطة جدا، صافي رأس المال العامل بيساوي الأصول المتداولة ناقص الخصوم المتداولة. طيب عنوان جانبي بقى في القصة بتاعت رأس المال العامل، ازاي نزود كفاءة رأس المال العامل، طرق زيادة كفاءة وفاعلية رأس المال العامل، ودي عنوان جانبي نكتبه يا شباب، طرق زيادة كفاءة وفاعلية رأس المال العامل. يعني ازاي ازود كفاءة رأس المال العامل؟ 1، إدارة النقدية بطريقة جيدة من خلال عدم الاحتفاظ بالنقدية الزائدة واستثمارها في مجالات آمنة. أول حاجة عشان أزود كفاءة رأس المال العامل بتاعي لازم أعمل حاجة اسمها إدارة النقدية الجيدة. يعني إيه؟ كل شركة مؤسسة بنك عندها نقدية رقم كده، هذا رقم بتبقى فيه إشكالية قدام المدير المالي، طب أستثمره إزاي؟ أخلي إيه؟ واستثمر الباقي ازاي؟ طب ايه مجالات الاستثمار اللي موجود؟ هل استثمره في مجالات فيها مخاطرة عالية ولا في مجالات فيها المخاطرة تكاد تكون محدودة؟ وده احد طرق استخدام رأس المال العامل بكفاءة او زيادة كفاءته وفعاليته، ان انا اعرف ادين النقدية بتاعتي. موضوع ادارة النقدية يا شباب من المواضيع المهمة جدا، لازم مفروض ان انتوا تكونوا خدتوها حتى في المحاسبة، ان ازاي انا يكون عندي مبلغ من المال أحاول إن أنا أديه بشكل سليم. 2، كفاءة إدارة المخزون، وذلك من خلال التوصل إلى حجم المخزون الأمثل. تاني حاجة من أساليب زيادة كفاءة رأس المال العامل اللي هو المخزون. في بعض زي ما أنا قلت لكم يا شباب إن في بعض الصناعات المخزون بالتخزين وتكلفته بتتجاوز تكلفة 25% من بتتجاوز نسبة 25% من إجمالي التكاليف، من حيث بقى مخازن ونظم وتخزين وعاملين وكده، وبالتالي أنا في الحالة دي مطلوب إن أنا أخزن بالشكل اللي هو يتناسب معايا، وبحيث إن أنا لا يكون عندي زيادة في المخازن ولا نقص في المخزون، لازم يكون مخزون أكيوريت دقيق بحيث إن أنا ما استخدمش كمية كبيرة، لأن المخزون ببساطة شديدة جدا لما تجيب بضاعة وتخزنها فأنت عندك رأس مال عاطل ما بتستثمروش، عشان كده لازم نشوف المخزون بتاعنا ويكون دقيق. آخر حاجة إدارة 3، إدارة الديون بطريقة جيدة حيث يعنى بالمديونية، الفرق بين ديون المنشأة للغير المدينين
وديونها على وديون على الغير الدائنين. يعني ايه؟ يعني اقضاءات المدنيه اشوف اذا انا ليا ايه مدينين وعليا ايه رقم الدائنين. الرقم ده مهم جدا لسبب يا شباب، لما احنا احيانا بنشوف ان شركه راحه تاخد قرض بمليون جنيه ونيجي نشوف نلاقي رقم المدينين بتوعها 850 الف جنيه، اذا في هنا عندي مشكله. ليه؟ لان في عندي رقم 850 الف جنيه كان ممكن اخدهم، وبالتالي في الحاله دي كان ممكن اقلل قيمه القرض ل 150 الف جنيه، وبالتالي لازم قبل ما اخد قرض وناخد بالنا منها قوي، لان بعض المدينين الماليين بيقعوا فيها ان هو يستسهل ياخد قرض عشان يغطي ازمه السيوله عنده. نقول له لا، اول ما نبص واحنا كمحللين ائتمانيين، وده بيتم في الواقع العملي وانا شخصيا بعمله، قبل ما ابص على الشركه وهي طالبه قرض ابص على رقم المدينين بتاعها. والله انت طالب قرض ليه؟ اذا كان عندك مدينين ما حصلتش الرقم بتاعك ليه؟ ما سبت الدنيا ليه تتفاقم عندك الاوضاع لغايه ما رقم المدينين يعلى عندك وتبتدي تطلب قرض؟ لا، مفروض ان انت الاول تحصل المدينين بتوعك وتطلب قرض. وبالتالي دي كانت احد اساليب زياده كفاءه وفعاليه راس المال العامل، اللي هي ايه؟ اداره النقديه بشكل جيد، اداره المخزون بشكل جيد، اداره المديونيه بشكل جيد. اتمنى ان المحاضره تكون تم استيعابها، وان اتقابل معاكم باذن الله في المدرج الاسابيع الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.